جديد ومتجدد من ركن استشارات قانونية. إذن مشاهدينا، مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية ومقدرة الجميع على التواجد بهذه المواقع بهذا الفضاء الافتراضي، مع عدم القدرة على تحديد هوية المستخدمين في كثير من الأحيان، ظهرت جرائم السب والشتم والقذف والتشهير على المنصات الإلكترونية، تساؤلات عدة تتردد بين المواطنين عن العقوبة القانونية المقررة ضد هذه المضايقات، أو بالأحرى هل هذه الأفعال بمأمن عن القانون والملاحقة الأمنية والقضائية في الجزائر؟ هو موضوع حلقة اليوم الذي سنناقشه مع الأستاذ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الأستاذ كباب منى. صباح خير أستاذتنا، ومرحبا وأهلا بك من جديد معنا. صباح النور أسماء، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. الله يسلمك. أستاذة، السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي في الحقيقة المقدمة اللي أثرتها فيما يخص السب والقذف لا تعتبر ظاهرة جديدة، لأن السب والقذف هي جريمة من الجرائم، أو بالأحرى جريمة السب وجريمة القذف جريمتين من الجرائم المتواجدة والتي حدد لها القانون عقوبات عن ارتكابها، وبالتالي ليست بمأمن عن المجرمين، وإنما انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حاليا جعلها تثير جدلا أو تكون محط للأنظار، لأن كل إنسان يرغب في سب وشتم الآخر ولا يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لفعل ذلك، وكأنه استعان بوسيلة إلكترونية للجريمة فقط. هذا وجد الركن العلانية، لأنه وسيلة ما يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما يخليش هذه الجريمة بين الشخصين المجني والجاني والمجني عليه فقط، وإنما العدد كبير إلى جمهور من الناس وين يروحوا يسمعوا وش كاين. على لابد بصح هنا التفرقة بين أن جريمة السب يقصد بها كل عبارة أو قدح مشين لشخص الإنسان يمس بكرامته ويحط من قيمته، هذه وهي جريمة مرنة لأنه تخضع للسلطة التقديرية، العبارات في كل زمان ومكان تختلف. نعم، ما نقدرش نقولوا بلي هذه تعتبر جريمة سب، لأنه ما هو سب في مجتمع معين ولا في بيئة معينة ولا حتى في الجزائر في حد ذاتها، من منطقة إلى أخرى لا يعد سبا في منطقة أخرى. فهمتيني؟ كاين عبارات، لا، هذه الأمور تخضع إلى السلطة التقديرية للقاضي، كما أنه تختلف عن جريمة القذف في أنه جريمة القذف تعتبر إسناد واقعة مشينة لشخص معين بالذات. هذه هي الإشكالية. هي منتشرة كثير هذه أستاذة، منتشرة هي من زمان هكا الحكاية تاع السب والقذف، ماشي وليدة زعما وسائل التواصل الاجتماعي، لكن وسائل التواصل الاجتماعي زادتها حدة وزادتها قساوة. نعم، لأنه فرق بين أنطلق من قلتي الكلمة اللي قلتيها زادتها قساوة. يقول ماكلوهان أنه العالم أصبح قرية صغيرة في ظل هذه الثورة التكنولوجية الكبيرة، وإحنا كما في القانون الجزائري يقول لك بلي الألقاب مقدسة، لما نشوف تلك القساوة وتلك الكذب والبهتان التي تطال شخصية معينة ونشوفها في ظل خصوص الأرقام اللي تتحدث أنه أكثر من 25 مليون جزائري عنده حسابات في الفيسبوك، دون الحديث عن باقي المنصات الإلكترونية من إنستغرام وتويتر إلى غير ذلك، ممكن يكون شخص بريء بين ليلة وضحاها يصبح منبوذا متهما في عرضه وشرفه. أستاذة، هل المشرع الجزائري يعني واكب هذه التطورات فيما يخص انتقال السب والشتم والقذف إلى منصات التواصل الاجتماعي وجرم هذه الأفعال؟ في الحقيقة المشرع الجزائري واكب، نقدر نقول بأنه فعلا واكب هذه الأمور، لأنه اعتبرت وسائل التواصل الاجتماعي كقانونيا نشوف بأنه تعتبر وسيلة من الوسائل التي قام بها الفعل المجرم. مثلا السب، نديم جريمة السب، جريمة السب في الأصل لا يشترط فيها المشرع العلنية، ولكن لقيامها، لأنه حتى السب عن طريق رسالة
نصية فيديوهات لا الفيديوهات احنا رحنا للصوت والصورة رحنا للعلنية هنا هنا لا وبالتالي زيادة هذا إذا قلنا السب فقط لأنه السب لا يشترط إسناد واقع مثلا كأن واحد يقول للآخر إنه سارق فلان سارق ولا فلان كذاب ولا فلان مرتشي هذه تعتبر سبا لأنه حط من قيمته لكن لا يعتبر قذفا القذف وقت اللي نقوله باللي فلان بالتخصيص فلان قام بالفعل المجرم ارتشى من عند فلان هنا يعتبر القذف وبالتالي استعمال الوسيلة في قيام الجرم وأني ننشر هذا الكلام في وسائل التواصل الاجتماعي هو اللي يزيد من حدتها كما قلت سابقا على احنا المشرع تصدى لمثل هذه الامور وجرمها لانه عرف بانها دخلت في اي قانون استاذه في قوانين في قانون العقوبات هي في قانون العقوبات والاكثر من هذا لانه عن طريق قانون العقوبات الماده 297 الجرائم الالكترونيه هذه داخله في الجرائم الالكترونيه لانه في الاصل الجرائم الالكترونيه تم النص على العقاب فيها وكان في قانون الصحافه ثاني سنه 2012 اين تحدث عن التشهير أنا لأن الصحفيين أنتم رقم علمي حق من خلال المعلومات اللي تتمدها للمشاهد ومن خلال صحتها ومن خلال الوقائع اللي تذكرها للمشاهدين بالتالي توخيكم للحقيقة هو اللي يخليكم في منأى عن المتابعة الجزائية وإلا تقدروا تكونوا محل متابعة ببساطة في هذه الأمور جميل أستاذة ما هي أركان السب والقذف يعني أنت ذكرتيها ولكن باش نحدوها أكثر أركان جريمة السب والقذف عبر الوسائل الإلكترونية احنا كما قلنا السب والقذف في المشرع الجزائري كان الجريمة هذه كان حط عليها العقوبة منذ أن نشأ القانون العقوبات راهي مذكورة السب والقذف ولكن المستجدات هذه تاع انه استعمال يقولك او عبر اي وسيله كانت الاضافه اللي زادها المشرع الجزائري عفوا في التعديل يقولك او عبر اي وسيله كانت هذا التعديل متى كان استاذه في 2000 في 2006 على ما اعتقد عندما خنتنيش الذاكره قلت لك هذه واجه الوسيلة التي استعملت لمثل هذه الجريمة تم العقوبة كانت نفسها إلا أني برضو نشير النقطة فيما يخص جريمة القذف المعاقب عليها بمقتضى قانون الإعلام تاع 2012 هنا كانت المشرع الجزائري هي عدت بعدة مراحل لأنه كانت تشترط في السابق كانت تشترط شكوى دون شكوى المجني عليه لتجوز المتابعة لكن دركة تبدلت جميل ما شاء الله أستاذة سنواصل الحديث فقط نشوف وش يقول الشارع الجزائري عن انتشار هذه الظاهرة ظاهرة القذف والسب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل تواجد أي شخص عبر الفضاء الأزرق يتيح له أن يقول وأن يكتب ما يخطر على ذهنه ضد أي شخص أم لا؟ بزاف مدتها يا شورتو في اليوتيوب هذا والفيسبوك بزاف ولا الظاهرة كاين صوالح كنا ما نشوفوهمش ولينا نشوفوهم المباشر في الانترنت ولا في الفيسبوك سي نورمالمون لا كومينيكاسيون هادي انت تعطيني عقليه انا نعطيك عقليه تستفاد منك وانا نستفاد منك باسكو هادي الدنيا يرزق عبدو بعبدو ماشي ما كاش اللي زاد معلم في الدنيا هذوك انا باش نتعلم لازم نعرف منك انا عارف هذا ما انا نقولوا ربي يهديك يعني باش نلحق باش نرفد عليها دعوه قضائيه هذه باسكو الانسان كي يوقف في الباره راهي حاجه واعره فهمتني الانسان واش يدير يطلب ربي يهديهم يا ربي يهديهم على خاطر راني فهمتك حنا مؤمنين وهذه الصفات هذو كاع ماشي تاع الانسان المؤمن والانسان المؤمن ابا كل مسلم كاسكو صافي من سلم لسانه سلمت يده هذا هو الانسان المسلم هذا امر هذا مش ليس من الاسلام في شيء وبراء من هذه الناس الانسان ما يتجرأش يعني يتعدى على الناس يعني يتعدى على الناس بكلام او كيما يقولوا بالمعنى الدارجه يعاير الناس ولا يستخف بالناس هذا مش في الدين تاعنا اصلا انا ما نعرفكش يجيني لا فوتو تاعك ولا يجيني في الاخر في فيسبوك قال هذا فيه وفيه وفيه الو كي جيتي كوني با ما نعرفكش اصلا ونبدا نطيح عليك تعرف كاش عباد تعرضوا هذا المواقف نعرف تعرضوا عباد وجاو وشكاو
ومشيت معاهم وشدت معاهم وابري انكيت ابري انكيت سي تافيري بلي سي ديزونسون ماشي هما. شوف الانترنت سي تكنولوجي تكنولوجيا عاليه جدا في التقدم والتطور والتنميه، فهمت؟ حنا رجعناها نقمه، هي نعمه وحنا رجعناها نقمه، لانه حنا قلت لك شعب لا واعي. حنا يحكم برك الانترنت يا وانا فون يسب خوه يسب مرت خوه يسب الرئيس يسب الوزير يسب وزير الدفاع يسب، فهمت؟ الوغ كنت ماكش في المستوى باش توصل لهاد الناس، ودروك راهم فوتوه في الغرفتين السفلى ولا مجلس الامه ويتعاقبوا، عنده غرامة مالية وعنده السجن من جكر والله أعلم ما كذبتش من 2 ans 5 ans. اه من هذه دركا هذا البرلمان الجديد عاد يشرع المضاربة، دار لها قانون العقوبة تبدل سوني بلي كوم افون، فهمت؟ دركا عندنا برلمان صحيح، عندنا مجلس أمة صحيح، دركا كل خطرة يهزوا قضية يشرعوها، اسكو نعاقبوا ما نعاقبوش، يعاقبوا الناس. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. استاذه نشوفوا باللي نحبش نوضحوا للراي العام وللمشاهدين انه هذا الفضاء الازرق هو منصات التواصل الاجتماعي، ليست انه الانسان يفعل ما يريد يعني عنده مطلق الحريه، وانما هناك ضوابط حددها المشرع الجزائري. وش هي هذه الضوابط استاذه؟ احنا قلنا بان المشرع الجزائري وان كان كفل حريه التعبير للافراد عن طريق لانه حق مكفول دستورا، دستوريا مكفول حق التعبير وحريه التعبير عن الراي والانتقاد الاخر، لكن احنا ماذا بينا الانتقاد البناء، الانتقاد اللي يخليني فعلا نحسن من نفسي وندير ما احسن. احنا ما نحبوش الانتقاد الهدام، وللاسف في الكثير من الاحيان نطيحوا في هذه النقطه وين تقع هذه الجرائم تاع السب والقذف هذوما التي تعتبر كما قلنا سابقا زادت حدتها مع وسائل التواصل الاجتماعي. والمشرع الجزائري لما حدد العقوبات ولما ذكرها بخصوصيه نوعا ما وعالجها في إطار قواعد قانونية صارمة، يعتبر قد تصدى لهذه لهذا الإشكال. ولو أنه كاين بعض كما نقولوا من تقدر تقولي، لأن القانون الوضعي دائما فيه الفراغات، فيه اجتهادات. الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش هي قانون الله سبحانه وتعالى. أستاذة نشوفوا، هل التشريعات الجزائرية الخاصة بالجانب الرقمي من شأنها أنها يعني تمس الأشخاص خارج الحدود في حالة ما إذا كان فيه قذف وسب لأطراف أجنبية ضد شخصيات جزائرية، هل هنا النيابة العامة الجزائرية هي من تتحرك لتحريك الدعوة، أم أنه الشخص الضحية هو اللي يلجأ للقضاء؟ هل يلجأ في هذه الحالة للقضاء الجزائري أم للقضاء الأجنبي موطن الشخص الذي قذفه أو سبه أو شتمه عبر منصة التواصل الاجتماعي؟ احنا في هذا الشأن نهضر على أن الدولة الجزائرية دولة ذات سيادة، وهي تضمن حقوق الأفراد التابعين لها، وبالتالي احنا لما يتعرض مواطن جزائري لجرم معين مهما كان وطؤ عليه، مهما في القانون الجزائري هو المتكفل بالدفاع عنه وبالتطبيق في هذه الحالة، لأنه يكفي أن تكون جنسية سواء كان جاني أو مجني عليه، يكفي أن تكون جزائرية حتى يتدخل القانون الجزائري. أما فيما يخص احنا لهذه الجرائم اللي تكون عبر عودي لسؤال لما تكون أطراف أجنبية قامت بها، الأطراف الأجنبية لما قامت، احنا هنا حبيت برك نأكد على نقطة، لأنه لابد أن نفرق بين الهيئات التي تعرضت لهذه الجريمة سواء كانت سبا أو قذفا. لما نفرق بين الشخصيات، لأن القانون ينص على أن الشخصيات التي تتعرض إلى مثلا نروح لجريمة القذف، يفرق المشرع الجزائري بين القذف أو السب الذي يوجه إلى شخصية رئيس الجمهورية والرسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء، تسمى الرموز الإسلامية، فرق بين أنه تعرض للأفراد، لأنه تلك التي يكون فيها وكيل يكون فيها رئيس الجمهورية وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء، هنا المتابعة تكون تلقائية من النيابة لا تستوجب الشكوى. جميل. أستاذة التشهير العقوبة هي جريمة،
تصل عقوبتها إلى 5 سنوات. فيما يخص القذف والسب، هل العقوبة محددة؟ احنا العقوبة محددة بموجب المادة 297 اللي تنص على السب والشتم وكذا جريمة القذف، تكون العقوبة محددة. وللأمانة بركم عندي قانون العقوبات، لأني أنا كما قلنا العقوبات هي في حد ذاتها تخضع دائما إلى سلطة تقديرية للقاضي حسب حيثية كل ملف على حدة، ليس شرط. نحن قلنا المادة 200، المادة هذه استدلالية، ولكن في حيثيات قادرة تكون سبب في التخفيف أو في تسليط أقصى العقوبات. هنا المشرع الجزائري يقول لك يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها، ويكمل أو إسنادها إليهم أو تلك الهيئة، ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد أو مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم وغيرها. ويفترض هنا أنه يعاقب على القذف الموجه للأفراد بالحبس من 2 إلى 6 أشهر وبغرامة من 25,000 إلى 100,000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني المشرع هنا الجزائري مع أنه حط شرط في المادة 298 هذه أنه صفح الضحية يضع حد للمتابعة الجزائية، هذه في المادة. يعني إحنا بالنسبة للعقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم راهي محددة في القانون، تبقى فقط إذا كانت أقصى عقوبة ولا أدنى العقوبة خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي دقى وش عنده في الملف. أستاذة عندي معلومة، ولكن أنت أدرى إن كانت حقيقة أم لا. يقولوا بأنه قضايا التشهير منتشرة في المحاكم الجزائرية بالرغم أنه العقوبة تاعها قاسية، لماذا؟ يعني شوفوا كثرة السب والتشهير وإلى غير ذلك. والله هذه في الحقيقة تعود إلى ثقافة المجتمع وما يتداول حاليا، لأنه بين الأجيال تحسي كاين اختلاف في المجتمع الجزائري. صحيح. بين الجيل اللي فات مش كيما دركا وتاع دركا مش كيما اللي جايين قبل، كاين امور حنحسوا احنا باللي كاين اختلاف في بنيه المجتمع الجزائري في حد ذاته وطريقه تعاملهم مع الامور. شيء اللي كانوا يصفوا عليه سابقا وين كان الجار يتدخل حتى لتربيه ابن الجيران، دركا غير مقبول. صحيح. وبالتالي احنا الجرائم هذه تاع السب والشتم والقذف والتشهير ان زادت زادت من امور معينه، مع العلم انه التشهير لم ياتي المشرع الجزائري على ذكره صراحه جريمه التشهير، ما نلقاوهاش في القانون الجزائري. هو ذكر في المادة 371 على ما أعتقد 370 من قانون العقوبات ذكر جريمة التهديد بالتشهير، ذكر أفعال معينة من بينها تلقي أموال أو نسبة من ذكر أفعال معينة والتي تعد تهديد بالتشهير. أما باقي الجرائم اللي نقدر نقوله فيما معناها تفهم تشهيرا فيما ذكره في المادة 303 مقرر 1 وما يليها. وما يليها برك هدية للتنبيه. أستاذة، كيفية حماية الأشخاص من جريمة السب والقذف عبر الوسائل الإلكترونية؟ يعني شوفوا بلي كثير عندنا كما يقولوا أخواتنا مراهقين ومراهقات كثيرا ما وقعنا ضحية يعني من باعوا الضمائر تاعهم، ابتزاز إلى غير ذلك. هذه للأسف الشديد هي حقائق يجب الكشف عنها، فتحها يعني تشريحها في حماية المجتمع الجزائري. شوفوا باللي المرأة أو البنت الجزائرية القاصر كانت في كثير قضايا هي الضحية في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر فيديوهات أو صور وابتزاز قذف إلى غير ذلك. ما هي الآلية القانونية لحماية هذه الشريحة اللي هي أجيال المستقبل؟ لأنه النقطة السوداء في هذه الحيثيات ولا في هذه الموضوع أنه نشوفوا كثير بنات انحرفنا خوفا من الأهل من نظرة المجتمع، حتى نشوفوهم في الشوارع ولات أمهات عازبات وغير ذلك، نشوفوا بالفاتورة كانت باهظة. ما هي الآلية أو بالأحرى كيفاش نقدر نفهم الأسرة باش ترافق بناتها أو حتى أولادها ترفقهم في هكذا أمور وتحميهم من ذئاب الشارع؟ كقانونية أنا نشوف باللي الآلية القانونية موجودة،
لانه الجريمه وردحها عن طريق وضع العقوبات الصارمه راهي موجوده. تتبقى الفكره على المجتمع، فكره انه ما يسكتش على الخطا اللي تعرض له، على الابتزاز اللي تعرض له، لانه في الكثير من الاحيان نلقاو بانه كاين جرائم يتعرضوا لها الاشخاص، جرائم باتم معنى الكلمه، متكامله الاركان كما نقولوا وفقا للقانون، ورغم ذلك لا يتم التبليغ عنها لعده اسباب كما قلتي، الخوف كما نظره الآل كما امور عديده. لكن هذا لا يكون ابدا علاجا للامر، لانه احنا الاليه القانون كاين، الردع تاعو موجود، تطبيق القانون كاين. من يبدا اول حاجه قبل ما يتعرض الانسان لمثل هذه الامور، انا نشوف باللي مادام حددتي الفئه، فئه القصر سواء كانوا بنات ام الحلقه الاضعف في هذه القضيه، انا نقول لك بان المراقبه تاع الوالدين هنا تلعب دور كبير، والمرافقه ايضا بيان سور، لانه كل ما يتعرض هذاك الابن الى امر معين، تنمر من الصبيان اللي معاه مثلا، عنده اشكاليه معينه وتحتويها الاسره بما فيها من اضرار، يحس بلي مش وحده، ما يكونش الشارع هو الملاذ تاعه، تكون اسرته الاولى، اللبنه الاولى لصناعه المجتمع هي اللي تحضنها. شكرا لك استاذه على كل هذه التوضيحات، شكرا لكم مشاهدينا. ايضا تشهد المحاكم الجزائريه عددا من القضايا المتعلقه بهذا الشان، الا ان الجهات الامنيه في كل مرة تثبت أنها بالمرصاد لمثل هؤلاء ولكل مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بعد أن أصبح البعض يستغل هذه الوسائل الإلكترونية في الاستخدامات غير اللائقة والتي تضر بمصالح الغير وتنتهك العديد من الحريات. ألقاكم بخير في عدد جديد.